حلقة جديدة من أقوى الحلقات المؤثرة في برنامج من سيت خيرك، واللي وجهنا فيها الدعوة لأحد الأطباء المشهود لهم بالكفاءة والأعمال الإنسانية لصالح المرضى، البروفيسور هشام شوتري، طبيب مختص في جراحة الأطفال بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الأم والطفل سيدي مبروك ولاية قسنطينة. ضيفنا البروفيسور هشام شوتري وصل لبلاطو البرنامج، وكما كانت الفكرة على أنه راح يشارك في برنامج تلفزيوني للحديث عن بعض الأمراض اللي تقيس الأطفال. هي اللي شوف اللي استدعي بزاف الجراحة ورابيد ما إما تاع الجهاز التنفسي ولا الجهاز العظمي، هادو بيستعدوا أقل شوي تاع الأخر تاع المسالك البولية، هادو أقل شوي سمعش معناها ماهوش أقل خطورة. تقدر تكون أكثر خطورة. هم عندهم مستويات، هذو كل نتوك كل واحدة فيهم عندهم مستويات. الفريق التقني انطلق في تسجيل الحلقة، ولحد الساعة البروفيسور هشام ما يعرفش أنه راح يشارك في برنامج خاص لتكريمه أمام ملايين الجزائريين مقابل المواقف الإنسانية اللي يشهد له عليها الجميع. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف وفي كل الأحوال، باذلا وسع في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى. كلمات فيها مسؤولية، في قسم يؤديه خرجوا طلبة كلية الطب قبل ما يباشروا حياتهم المهنية. هنا ولاية المسيلة للضيافة، وفي قلب المدينة المؤسسة الاستشفائية العمومية الزهراوي، وهنا ولاية قسنطينة المؤسسة الاستشفائية العمومية الأم والطفل سيدي مبروك. وبين الولايتين والمؤسستين كاين بعد مسافة الطريق، لكن الضمير الإنساني والمهني كان أقرب طريق للمرضى في ولاية المسيلة والولايات المجاورة لها بعد رحلة المرض والانتظار لسنوات. معكم السيدة مزوز فاطمة الزهراء، مديرة المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمسيلة الزهراوي. طبعا الأطفال ساكنة الولاية ما كانش كاين حالة أو اثنين أو ثلاثة ليسهل أنه يتنقلوا، لا كانوا حالات بزاف، يعني من الأحسن أنه هنا يعني نوفروا عليهم الجهد، نوفروا عليهم المال، نوفروا عليهم يعني يتم التكفل بهم داخل الولاية بتاعهم. طبعا بعد مراسلات عدة تحت إشراف مديرية الصحة، لما جات الموافقة من وزارة الصحة يعني الطواقم الطبية شبه طبية الإدارية فرحة لا توصف. دعوة بسيطة غيرت الكثير ورجعت الأمل والابتسامة للمرضى من سكان الولاية، هي دعوة المؤسسة الاستشفائية العمومية الزهراوي للبروفيسور شوتري هشام في إطار التوأمة باش يقدم مساعدة في إجراء عمليات جراحية معقدة وحساسة. كاين الناس عندهم 9 سنين يستنوا في العملية وناس 6. كان اتصال معه عيطوا ما بخنيش دايوغ مدل الموافقة وخلعت. تو بروفيسور شوتري في المنطقه كاين بزاف يعانيوا في هذا هاك تعرفهم، قال لي صح عنده لي مانا تاعو لا بريبار راهم منا من الجهه من الجويه هذو كامل من ولايات المجاوره جلفا بسكراس كيكدا. دونك اقترحنا عليه انه يجي، قال لي انا من ناحيتي ما عندي حتى مشكل، والله ما يعرفني ما نعرف. كنت تحس باللي هذا الوصول للبروفيسور شوتري ماهوش شيء سهل ولا شيء هين. لي ماما كانوا يحكوا تقول لي مدام انا رحت له، كي نسمعوا راح لعند توتا نروح لعنده، يقولوا لي راح لتوغرت نروح.
زيارته لولاية المسيلة خلات أثر كبير. قرابة 100 عملية جراحية معقدة وحساسة ومجانية. لي بنعمته تتم الصالحات. صالحة هذه المرة عرس، نقول جودي بيان عرس جراحي. بون جو سي با سي سا دي سا ستيمي عرس جراحي. وعلاه؟ دونك كانت فيه فرحة، فرحة البيرسونيل. جامي ما خدم بيرسونيل في توأمة كيما في فرحة كيما هذه. عرس فرحة لي مالاد، لي بارون دو مالاد. دونك سي دي مالاد اللي عندهم سنوات انتظار. كرموه أهل المساجد في ولاية المسيلة، كرموا والي الولاية، وكرموه عائلات المرضى بالدعاء الخالص، لأنه شخص يستاهل كل عبارات التكريم على الشيء اللي يقدمه ويضرب أروع الأمثلة في الواجب الإنساني وتقديم المساعدة للغير بدون مقابل. نوجه رسالة شكر واعتراف وامتنان للبروفيسور شوتري، حيث قام بإجراء عملية معقدة لابني. أوجه رسالة له، أقول له جزاك الله خيرا على كل المرضى الذين قمت بإجراء عملية لهم، وألف شكر لك وجزاك الله خيرا جزاء. كل ولي أمر يعني كل أم وكل أب كي يسمع باللي ابنه هاو بروغرامي هذه لا سيمين غدوة ولا بعد غدوة، تخيلش الفرحة. كان يتعامل معنا ما شاء الله، هو حاس بينا، هو هذا الإنسان هو حاس بينا وحاس بالمرضى. كان يمشي هذه المرضى ما يجيش ويجي يشوفهم، يتنقل من ولايات لولايات ويجي. احنا كل واحد يدير عمليات الطواقم الإدارية شبه طبية كاملنا فرحوا، نحسوه إنجاز إنجاز. ما نسيتش خيرك يا طبيب، والله يحفظك وربي يطول في عمرك، جزاك الله خير. البروفيسور هشام شوتري ومالمو عرفني، كي تشوف الوجه هذا ايمن معاك. اونفا الحمد لله جاتني لوكازيون باه نشكر انسان عزيز وغالي بزاف خلاص عليا والعائله اون جينيرال. حكايتي مع البروفيسور هشام مش متعلقه غير بالطب اللي هو المجال تاعو. ملي كنت صغير في الابتدائي سي هشام لو طون هذاك نشفع عليه كان يخبي لابورس تاعو باش شرا بي سي الوقت هذاك بانتيهم دو بالاك ولا طوا، وكنت نمشي له للدار بحكم الحمد لله كانت عندنا فرصه انه تربينا معاهم مع البروفيسور هشام ومع اخواتاته ومع عمي محمد الله يرحمه وخالتي سكينه. فهشام كان يخلي القرايه وريفيزيون شعل لي البي سي غير باش نلعب بالموتو جي بي هكذا هشام نورمالمون. وبعدها في العلاقه الطبيه الاكبر بوان اللي ماركاني في الحياه هذه واللي ما ننساهش صح الفضل رب العالمين اولا وبعده هشام اللي راني واقف ونتحرك، هي لو 29 جويي 2020 ليله عرفه صرا لي ان اكسيدون، تحرقت وين شعل فيا ليسونس، تحرقت كامل من يديا من رجليا راسي. كانت كورونا، فوقت الحادث اول رياكسيون دارتها الزوجة تاعي انه رفدت الهاتف عيطت لخويا الكبير ارواح ايمن تحرق. فالطريق كالعاده لازمنا نعيطوا للبروفيسور هشام شوتري، فاتصل به خويا السلام عليكم هشام ايمن تحرق راني هابط للسبيطار. هشام مباشره قال له ارجع وين راك، اديه للبنزل للدار، دخلوا للدوش حطوا في لابينوار حل عليه الماء وخليه واحد ما يمس. مشات الايام على ما اعتقد الى ما نسيتش شهرين او ثلاثه كنت كما يقولوا بالعربيه طريح الفراش، وكانت من التواضع تاع هشام اللي كنت خيرك خويا ما نساهاش هذه، انه بروفيسور يجيني للدار وينيطواي لي حاجك رجليا. فهو كان عنده البديل انه يقول شوفوا كان شانفيرمي يجي للدار يدير له النيتواياج وخلاص، لكن انه يبروغرامي يوم على يوم
يشقالي من المستشفى للمنزل كان بعيد تقريبا 20 كيلو، مع الظروف اللي كنا فيها وكذا يجيني للمنزل عيط لي في الطريق يقول لي راك نايض، لأنه كنت نشرب في أدوية اللي تقريبا كانت تفقد لي الوعي باش ما نحسش بالألم. نقول له هيه لطوني نسمع به، كنت نخاف هذه ما قلتها لك هشام نعاود نقولها لك، كنت كي نسمع بك جاي دير لي رعشة لأنه ستر هذاك الله لا يشوف فيه مؤمن إن شاء الله. يجي هشام يقعد معايا يني طوايلي بيديه، هادو ها يديا كانوا والله ما يتشافوا، الصور راهم عند إخوتنا الصحفيين ما يتشافوش، رجليا كيف كيف، العقل البشري يقول مستحيل إنه الإنسان هذا يرجع كيما كان. لازم نشكرك، أنا ما عنديش فرصة، ما لقيتش كيفاه نكون نلقاها بالفلوس نشريها، لكن والله على بالي مال الدنيا ما يكفيش به نجازيك والله باش نكافئك، فخلينا هكا الناس كل تشوفك 45 مليون جزائري وممكن العالم العربي وحتى خاوتنا اللي عايشين في ليترونجي. بروفيسور هشام شوتري الله يحفظك ويعطيك صحتك إن شاء الله ويبارك لك في زوجتك وفي مالك وأهلك. دكتور شوتري لك منا كل الاحترام والتقدير، تمنيتنا لك بالتوفيق، يعني فخر للجزائر لما نشوفوا إنسان ما شاء الله بهذا الحس الكبير، بهذا التفاني في العمل، تقديم بيد المساعدة. وش نقولوا لك؟ ربي يبارك فيك ويبارك لك في عائلتك إن شاء الله، ورانا نستناوك إن شاء الله في القريب العاجل بهتجي وزيد تشرفنا إن شاء الله. والله بروفيسور شوتري وش نقولوا عليه قليل، حاجة vraiment exceptionnel، c'est une personne exceptionnel، je dis bien exceptionnel par rapport à ses malades، par rapport à Nina، par rapport au personnel، par rapport à l'idara، par rapport طريقة التعامل، والله يبارك ثاني مكتسبات العلمية و لا إله إلا محمد رسول الله، ربي يبارك في صحته وربي يبارك له إن شاء الله. يشجع المبادرة، إليكسبليك بيان، يمد يشجع الإنيسياتيفيتي للناس، الميتريز لو ستريس نتاعو إي بور لي زوطر، يعني قمة ما شاء الله، ربي يحفظه ويعطيه ما يتمنى. داير لي مالات جاو من مسعد جاو كي سمعوا به، الله يبارك يعني ما شاء الله، أكثر من هكذا وش راح نقولوا؟ كاين عمليات كنا ما نقوموش بها هنايا، والحمد لله كونا، مع العلم انه هذه العمليات نقدروا نتكونوا بدراهمنا برا ولا في مؤسسات عامه، مي هو قال لنا لا تتعلموا هنايا، ورانا ابسط يعني مثلا ابسط حاجه يعني ما بخلنا في حتى حاجه. تعلمنا منك حوايج بزاف بزاف بزاف، يعني كنت كأب لينا ماشي كبروفيسور، يعني وفرتنا الأجواء سيرتو في البلوك، يعني الحمد لله إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى. بروفيسور جوتري ربي يحفظك وجزاك الله عنا خير، ربي يحفظك ويعطيك ما تمنى. بروفيسور شوتري نشكرك على المجهودات اللي قدمتهم. كاين موقف ما ننساهش، يعني هو ما على بالوش بك، شغل حسيت في ذاك النهار اللي تنضلات من إنسان، يعني ما توقعتش أنه هو يغياجي بهذيك الطريقة، راح الانسان هذاك و خونا وصاحبنا هشام. كي نبداو نحكيو على هشام ترجع لي الذاكره بايام الثانوي، ايام الثانوي اللي قضيناها مع بعضنا في ثانوي طارق بن زياد في قسنطينه. طبعا انسانيه روعه، نتابعوك ديما على صفحتك تاع الفيسبوك والحمد لله، يعني المرتبه اللي وصلت لها ما جاتش هكاك، يعني جات على سنين تعب ومثابرة ومطالعة ودراسة وتمحيص و شفا. كي كنا في الثانوي لكن ما خانتنيش الذاكرة، كنت حاب تطلع الله أعلم، حاب تطلع عالم باش تساعد الناس، الحمد لله ربي استجاب للأمنية تاعك، يعني وما كانش ما أنبل وأطهر وأجمل من مهنة الطبيب، وفقك ربي وعطاك ما تتمنى، وراك الحمد لله يعني قاعد تساعد في الناس، يعني كيما قلت لك نتبعوك في الحساب تاعك. هشام شوتري وقرينا مع بعض في قسم واحد طيلة ايام الثانويه وكنا اصحاب، وكان
من بين احسن الاصدقاء. كنا في الثانوي كنا علمي، وكان من الناس اللي كانوا الحقيقه يعني كان انسان مثابر، تلميذ مثابر وتلميذ لبس به كما نقولوا احنا بالقسم الثاني قراي. شخصيا في الحقيقه صار لي موقف مع هشام يعني في سنوات 2010 2011 الا كان ما خانتنيش الذاكره، وان كان عندي ولدي مختار هذا في عمره سنتين او ثلاث سنوات، كان مريض وكان داير تحاليل واشعه وكل شيء، وكلمته في استشاره طبيه. يعني الحقيقه جاء من المستشفى اللي يشتغل فيه في هذاك النهار، وجاء ويعني وقدر موقفي وجاء عندي وتلاقينا وشاف الملف الطبي تاع ولدي ونصحني، والنصيحه تاعو مشيت بها والحمد لله. ولدي لبس عليه الحمد لله، ودرك ولدي عنده 16 سنه مختار الله يبارك. شكرا بالنيابه على ولدي. درت الطب وهو من انبل حاجه في الدنيا هذه انك تمارس مهنه الطب، وخاصه الاعمال الخيريه تاعك اللي راك دير فيها، راني نتابع فيها شخصيا وحبابنا وصحابنا راهم يتابعوا فيك على صفحات الفيسبوك على السوشيال ميديا. الناس كل حبابنا راهم فرحانين بيك وفخورين بيك بالشي راك دير فيه. ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتك، وان شاء الله ربي يجعلك دخر للبلاد والعباد ان شاء الله. الصفات الايجابيه اللي يتميز بها هشام رانا نشوفوا فيها درك بعد ما تخرج واصبح جراح ويخدم الضمير ويعاون الناس. نتمنى لهشام التوفيق والاستمرارية. لن أتكلم عن الدكتور هشام، سأتكلم على هشام. عرفت هشام في 1978، وكان سنه آنذاك 6 سنوات. كان صبي متأمل ليس كأقرانه، كنت أراه من النافذة، نافذة المنزل، إذا جاء من المدرسة يبقى يتأمل، وهذه أول مرة نتكلم عليها، يتأمل في الحشرات، يتأمل في كل شيء. وسبحان الله، كنت أقول لوالده رحمة الله عليه ووالدته شفاها الله وهما شجرة طيبة جدا، كنت أقول لهما إن هذه إرهاصات دكتور بمعنى طبيب. فالحمد لله رب العالمين، أنا اليوم شرفت بلقاء هذا الرجل الذي كان يضحي بكثير من أوقاته كشاب ليبيت في المستشفى لكي يكون قرب المرضى. كثير من الشباب اللي في سنه كانوا يتأففون عن المناوبة لا بيرمانونس، لكن هو كان يتطوع من أجل المرضى. والحمد لله رب العالمين، ما وصل إليه الآن
تحول هشام إلى دكتور هشام، إنه هذا الرجل، هذا الطبيب، هذا الدكتور كان يبيت في المستشفى من أجل ماذا؟ حتى ولو ما عندوش بيرمانانس، حتى ولو ما عندوش مناوبة، يبات مع المرضى تاعه. يعني منذ الصغر هشام كان تربى تربية دينية بالأساس، هذا اللي حبيت نتكلم عليه، الأصل الشجرة، حتى يعني نوجه كلامنا لشبابنا لأبنائنا وبناتنا. يعني إنسان لما يتكون تربية ويتربى تربية تنتهي إلى التمسك أو الاعتصام بالكتاب والسنة، بالقرآن الكريم والسنة النبوية، تربينا هكذا في البيت. هذه كانت من بين أهم الأسباب في تنشئة الدكتور هشام. الخير في والديه وسعة الصدر ورحابة النفس إن صح التعبير، هذه ثاني كانت نقطة وفاصلة مهمة في تربية وتنشئة هذا الدكتور. الدكتور كان دائماً عنده فراسة أن الدكتور هشام سيصبح طبيباً، وفعلاً تحققت هذه الفراسة، ففراسة المؤمن كثيراً ما تتحقق. على طاحت الدمعة، أنا تفكرت الألم اللي كان في رجلي وكيف نحات الدكتور. بارك الله فيك والله يرحم والديك، حيين الميت والحي، ويرحم الكاش اللي جابتك إن شاء الله. كون نجبت القواميس تاع الدنيا كل، والله ما نقدر نشكرك. فنخلي الجزاء عند رب العالمين إن شاء الله، الله يجزيك عنا خير الجزاء، ولا يوريك سوء لا في زوجتك ولا في أولادك ولا في أحبابك. وأكثر شيء اللي نقدر ندير وأنا شخصيا أنه نعطيك قبلة من الجابين فيما تاع الوالد، ربي يخليك إن شاء الله. هشام جامي يخلي المرضى، دائما التليفون تاعو مفتوح، ميم يجيو دي تليفون يعني مش اسامي يعرفهم تاع مريض، ولا يقول لي بالك واحد راهو محتاج، ولا يسقسيوه على تما واش يصرى لهم البوستوب ولا حاجه ما يعرفوهاش، ولا جامي ما خلاهم. ودائما كيما نقول انساني في هادو، ما يحطش اعتبارات للماده ولا اعتبارات لحاجه اخرى، دائما كما يقول هو المريض افونتو. حنا جينا على جلسه المرضى، نحو نخدموا على جلسه المريض، ثم ننساو هذوك الحوايج بو كل داين به المريض هو كي بخيم سي فري. خلينا ايامات اسابيع مع لي جوملاج هادو، يخلي امراه عظيمه في البيت، بصح كمان نتبعوه واش يقول، واش نتبعوا معاه بس كان معاه في الدومين، بعدا نتبع في الحالات نتاعو، نسقسي نعطي رايي. دي فوا ما يوصلش كيما رايو، مي كمان نمد رايي. دي فوا تجيني هكا تجيني ليدي هذه باش نقول له اقعد شويه مع الاولاد وكا، بصح نقولها انا ثاني نفس الشيء، انا بس كان في الدومين دومين انا نشتي كي يقعد يدير لي جوملاج وينقد بزاف الاولاد، باسكو ماشي لا سبيسياليتي تاعو ماشي كاينه بزاف، وهو خدمها قلب ورب كيما نقولوا، دار فيها دي قرا عليها ودار فيها دي ستاج في ليترونجي تو، ونشتي لو طرافاي بارفي تاعو. انا كاينين دي عملياتي نقدر نديرهم بصح تاعو الي بارفي خير، جو بريفير يديرهم هو خير. بزاف حالات يجيو هكا للوالدين تاعهم تاع الاطفال هذوك، داروا قدهن الطبيب وقدهن، ويجوا هكا في حاله مش هستيريه، يحوسوا على الطبيب هذاك ويقعدوا كما نقول لكم قباح مع الطبيب. المهم يشوف لهم ولدهم كمان يكبر عقله وكبر قلبه معاهم، يقول لك المهم انا ما نشوفش والديهم، ما نشوفش، شفت حاله الطفل. ان شاء الله الشيء اللي قاعد تدير فيه واللي بديته ان شاء الله نكونوا احنا معاك تكملوا. اوني لا بو انا ولاد كل عائله، هذا المجال اللي مشيتو ان شاء الله زيد تطوروا وطوروا ايور اترافير لي جوملاج ولا اترافير لو بوست تاعك. اوني لا توت لا فام. كان لينا المربي والعائل والمقوم لاخلاقنا، كان دائما القدوه اللي نحبوا نتابعوه، دائما كنت نشوف فيه الإنسان المثالي اللي نحب نوصل له. أنا من وراء ما تخرجت قررت نختار الاختصاص اللي كان يعجبني واللي كان يصير التأثير تاعه هو الأب والأم. قررت نواصل، أنا في بداياتي وإن شاء الله نعتبر إن شاء الله نوصل لما وصل عليه أو أكثر. شكرا أبي، شكرا جزيلا.
بكم بس. ما نظنش تحتاج تكون ذو علم ولا عقل باش تقدر دور الوالد، وانا نظر على الوالد بعيد على انه طبيب على انه والد، وما لقري انه ساعات يخطينا ساعات يغيب، بصح والله كفى ووفى ولله الحمد. شكون يحمل يروح مثلا من الخدمة عيان منهك يقابله طفل مثلا يقلق مزعج ويصبر عليه؟ والله غالب أدوم الولاد، بصح والله الولد كفى ووفى دالي عليه. كلمات فعلا لا أجد ما أقول، فعلا فخورة بأبي إلى أبعد الحدود، إلى أبعد أبعد الحدود فخورة بأبي. شرف للعائلة للوطن حتى الكرة الأرضية أن يكون عندنا إنسان بعيد عن أنه طبيب، بعيد عن أنه بعيد عن المجال المهني، إلى أنه إنسان متفاني في العمل، يتقن العمل اللي ينجزه. فعلا فخورين به، سواء أنا ولا العائلة ولا المجتمع ككل. شكرا. أقصى ما أقول. ببساطة كلحتوني. تكلم على ماذا؟ يعني أنه إنسان يدير مهنته بإتقان وتفاني فقط، أنه إنسان يكون يمن بالشيء اللي يعمل فيه. لأنه حتى الدرك اللي يشوفه يعني مانيش متصور باللي أني وصلت لحاجة كبيرة لدرجة لكم تتصوروا فيها. لأنه الواحد يشوف وش ينجز على مستوى عالمي، على وش يقدر يدير الإنسان، وش يوصل فيه. أنا حط روحي فيه، يعني بديت برك يعني في بداياتي، والله العظيم هذا وقت اعتقادي ونؤمن به أنه راني في بداياتي. الناس اللي كرمتهم اللي حضرتهم اللي بكل منهم على رأسهم الحاج عنصر بديت معه وأنا صغير، خلاص تقريبا في الابتدائي من الأولي، خلاص اللي في الليسي كان عايت للدكتور، قبل الليسي ربما كان عايت للدكتور هشام. أنه من بعد واحد يحكم الطريق ويكون مقتنع، أظن أنه واجب، ما فيش حاجة تحتاج نقاش. التربية الإنسان، إحنا تربينا مجتمع، الوالد كان الله يرحمه إنسان مدين، العائلة مدينة، كان حافظ القرآن في مرحلة من حياته، إنسان وطني جدا، وطني جدا، وإنسان بسيط جدا على ثقافته في وقته. على الوالدة نفس الشيء، إنسانة الوالدة تعلمت القراءة، تعلمت تقرأ القرآن فوق 50 سنة، تعلمته من الصفر في محو الأمية. هذول الوسط اللي تربينا فيه، وسط عائلة جزائرية بسيطة ولكن عائلة أصيلة، وعائلة تمن بربي، وعائلة تمن بالوطن. الإنسان يعيش حياته بمبادئه وحدها تكفي، ما يحتاج يعني تصنع، ولا يكفي أن الإنسان يكون يمن وش يدير بحياته. زاد رزقني ربي بكرم، ورزق لي زوجة عندها نفس القناة تاعي، نفس القناعات تاعي، عندها نفس الميول تاعي، عندها نفس التضحيات اللي نضحيها. أنا ضحيت في العمل، وهي مضحات بأنه تخلت لي على الطريق وقاعدة تعاون فيها، وش راني ندير. الأولاد الله يبارك، نعمة من عند الله عز وجل، أعطاهم ربي هذاك البدرة تاع الدين وبدرة الأصالة، الحمد لله نبتوا عليها. والزوجة كانت واقفة عليهم بزاف، أكثر مني لأنه كنت نغيب بزاف، ولكن في الأخير نبقى رجل بسيط اللي بدأ عند مبدأ ذو مبادئ، بديت طريق وحاب نكملها. أنا في أول الطريق هذا من الحس رح يقصر داير في هذا، انتم تكرموا، وانا نطلب درك رسميا نطلب السماح من اي مريض اللي كنت قصرت فيه، ولا كنت قادر ندير له تعطلت، ولا الغالب عندي مرضى اللي عندهم ليست طويله بزاف، الغالب راهي فوق الجهد، ندير واش نقدر. الغالب الشيء اللي وفقنا ربي ليه الحمد لله راهو نعمه من الله عز وجل. الشيء اللي مازال رانا نديروه بجهدنا واش نقدروا. انا اللي يتكرم عليا ربي به انه كان يحط لي في طريقي ديما ناس اللي يعاونونا باش نوصلوا، منهم الناس اللي حطيتهم في مسيله، ما هما يكرموني بصح هما يستاهلوا التكريم، لانه لولاهم هما ما كانش البدر هذيك تنبت التم، تخرج ثمرات التم. وقتها نفرح، عندي مراحل نفرح بهم، صح كاين اللي الابناء يكبروا ويجوني هما
عندي تصاور معهم حتى في مسيلة ولا في بوسعادة في واد سوف. كيجيك عندي وحيد يبعثوا لي تصاور من الخارج أنه الابن هذاك الطفل اللي كان مريض يجيك هو وكبير وناجح في حياته، والشيء اللي جاء على جاله باش دار عملية مختفي تماما من حياته، يبقى جزء من تاريخ من الذاكرة فقط. هذوك من الناس ينفرح، هذوك كل المواقف نفرح بهم. صح بالنسبة للوالدين كل ما نخرج من قاعة العمليات نتمنى أنه الفرحة اللي يشوفوها كي خرجت خطر مش كملت العملية الأخير، نتمنى أنها تكمل والدوم كي يجوني كونترول بعد عام وعامين ثلاث سنين. كاين ناس بزاف قراوني لا يسع الوقت أن نسميهم اسمهم، بزاف لكن ربي قلت لك جاب لي في طريق الناس كانوا قانعين بالمهنة تاعهم في قسنطينة في العاصمة في وهران في أخير في من ولايات كثيرة. الخير أنا نقول الناس الخير مازال بزاف في البلاد أكثر من الناس تصور، وباش تنجح الناس كاين الوسائل بزاف باش تنجح أكثر ما يصوروا الناس، وفي مناطق ما يصورهاش تماما. أجمل اللحظات المؤثرة اللي عاشها البروفيسور شوتري هشام مع أفراد عائلته والناس اللي جات باش تكرموا في بلاطو برنامج منسيتش خيرك، والأجمل لما تزين المشهد بقالب الحلوى اللي كانت موجهة خصيصا على شرف البروفيسور من محلات لابورجواز باب حسن، وكانت هذه الصورة الجميلة.